تمكنت مصالحنا بأمن دائرة متليلي أمن ولاية غردايا بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة تقوم بالاتجار بأدوية تحمل خصائص مهلوسة وذات منشأ أجنبي. العملية أسفرت على حجز ما قدره 3440 قرص نوع بريغابالين 300 ميلي غرام وإيقاف شخصين على ضلع بالقضية وحجز مركبتين ذات محرك. في نفس السياق تم إحباط محاولة تهريب شحنة من الأدوية ذات منشأ أجنبي منتهية الصلاحية تقدر بأزيد من 70,000 قرص. جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة متليلي.